استيقظ الأردنيون اليوم على ضربة هي الأولى من نوعها لطيران الجيش الأردني في الداخل السوري بعد تحذيرات عديدة للطرف الآخر والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القوات المسلحة الأردنية في مواجهة عمليات التسلل، حيث قال مصدر من القوات المسلحة إنه التزاما من القوات المسلحة بمبدأ حماية الحدود، ومع ازدياد محاولات خرق الحدود وبشكل كبير خلال الشهرين الماضيين اضطرت القوات المسلحة إلى توجيه ضربة جوية لعدد من المواقع التي تتخذها بعض الجماعات الإرهابية كمركز انطلاق لعملياتها تجاه الأراضي الأردنية. وأضاف المصدر إنه في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء قامت تشكيلات من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بتدمير عدد من الأهداف المنتخبة والتي تعود لبعض الجماعات الإرهابية، والتي دأبت على إرسال بعض عناصرها الإرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة الأردنية، وعادت جميع الطائرات إلى قواعدها سالمة. من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأردن شارك فعلا بتلك الغارات، معتبرا أنها جزء من القضاء على الإرهاب في عقر داره. الملك عبد الله الثاني قال للسي بي اس الأمريكية إن المشكلة مع تنظيم الدولة أنه عابر للحدود، فهو متواجد في سوريا والعراق، وهذا ما جعل المسألة صعبة بعض الشيء، وذلك من باب إيجاد حل للجزء العراقي من المشكلة والجزء السوري كذلك. وقال: لا أعتقد بأن هنالك من يتوقع إرسال قوات أجنبية على الأرض، حيث أن مواجهة التطرف والإرهاب في العراق يجب أن تكون من قبل العراقيين وفي سوريا من قبل المعارضة السورية المعتدلة. النظام السوري قال بتصريح له عبر التلفزيون السوري الرسمي بأن واشنطن أبلغته مسبقا بأنها ستستهدف الرقة، وفي الوقت الذي حثت فيه على استمرار الضغط على نظام الأسد رحبت المعارضة السورية بالضربة الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. فيما أكدت المصادر العسكرية الأردنية بأن القوات المسلحة وإذا ما تكررت مثل هذه المحاولات فإنها لن تتردد في توجيه رسالة حاسمة لتلك الجماعات في أوكارها، موضحة بأن أمن الحدود وسلامة المواطنين الأردنيين لن تكون محل مساومة وتهاون. مصعب الأشقر، قناة اليرموك.